بهالفقرة مشاهدينا رح نروح لستوكهولم ورح يصير نكون عم بحكي مباشرة مع محمد أسعد، وهو صحفي وأيضا مصور فوتوغرافي محترف، واللقاء لنقول له ألف مبروك. صباح الخير محمد. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. محمد، Light the Darkness، بدي انطلق من هيدا العنوان، أضيئوا العتمة، هيدا كتاب شعر ولا صورة؟ هيدي صورة تحفة فنية أخذت مني مجهود كتير كبير لأقدر التقطها، وقفت قدام المشهد أكثر من مرة واحتاج مني لأصورها طريقة مختلفة جدا بتقنيات التصوير، وهذا اللي ميز هيدي الصورة وخلاها تفوز من بين 400 مشاركة. 400 مشاركة، وأنت اللبناني يلي استحقيت الفوز، صح؟ صحيح. خبرني عن هالمهرجان، وين وليش بينعمل؟ هذا المهرجان بينعمل بستوكهولم، بيتم بالتزامن مع توزيع جائزة نوبل، اسمه مهرجان أضواء نوبل. طبعاً كلنا بنعرف أنه مهرجان أو جائزة نوبل اللي بتتقدم بالطب والأداب والسلام بمختلف المجالات أيضاً، بيتم توزيع أو القيام بهذا المهرجان خلال أسبوع إعلان جوائز نوبل. مسابقة التصوير تعتبر من أهم المسابقات الموجودة بالسويد وبشمال أوروبا. كان لي النصيب أني فوز فيها، مثل ما خبرتك المشهد وقفت قدامه أكثر من مرة، بذلت مجهود كتير كبير لأقدر أخذ تدرج الأضواء اللي موجود. هيدا المهرجان بيستدعوا عليه كبار المؤسسات اللي بعالم الإنارة والأضواء، بيقوم بتنظيم هيدي الأضواء مهندسين لهم باع طويل بمجال الإضاءة، وهو بيهدف لجذب أهل ستوكهولم أو سكان ستوكهولم للتفاعل مع جائزة نوبل. نعم، التفاعل كان مباشرة مع حضرتك أيها اللبناني، أنا كتير فخورة يعني فيك محمد، لأنه نحن بنفتكر هي الصورة وقتها بنلتقط هي لنجمد ذكرى أو لنجمد مشهد. اليوم أحمد، أنت من لعبة إضاءة بتاخدنا لفكرة فيها فلسفة، هي إضاءة العتمة، اشرح لي عن هذا المفهوم. أنا الصورة اللي التقطتها هي فيها عمق، ما بعرف إذا قادرين تعرضوها على الشاشة ليشوف. شوفها أكيد. عمق الصورة اللي بشكل السواد أو اللون الأسود اللي هو عادة بيعبر عن المجهول أو الغموض. بأطراف الصورة رح تلاقوا في إضاءة داخلة اللي باللون البنفسجي والأزرق اللي عادة هو بيعبر عن الصفاء، البصيرة، الهدوء، الطمأنينة والأمل والتفاؤل. أكيد هيدي الصورة تكوينها، خلينا نحكي من ناحية تكوين الصورة بيجتمع فيها أو الكومبوزيشن تاع الصورة بعالم التصوير والفن الفوتوغرافي فيها أكثر من تكوين، وهيدا ما شيء سهل بنلاقيه بنفس الصورة. يعني إذا بنطلع على جوانب الصورة رح نلاقي الأعمدة، فهيدا التكوين اسمه التكرار، وبنفس الوقت رح نلاقي بين السقف والأرضية تعيد الصورة الانعكاس، وهذا اللي أنا قدرت ترجمه عبر مهندس الإضاءة اللي نفذ هذا العمل الفني الجميل جدا والرائع، وقدرت أنا ترجم له عمله من خلال إضاءته اللي استمده واستوحاه من عالم الفيزياء اللي فاز سنة 1932 بجائزة نوبل فاين هايزنبرغ. وأيضا إذا بتشوف الأطراف تاعت الصورة والعمق تاعها بدل أيضا على بالانس بين الأرضية والسقفية، ومن الجهات كلها فيها تكرار، فيها انعكاس، فيها بالانس، فيها سيمتريك، وهذه الصورة تميزت تقنيا، وبين ال 400 مشاركة كان لها النصيب أنها تفوز لأنه واضح الطاقة والمجهود المبذول داخل هذه الصورة. كان في شروط من حيث نوع العدسة، نوع الكاميرا، كان في شروط بهذا الموضوع؟ من أي ناحية قصدك؟ من ناحية التقنية، يعني الكاميرا اللي أنت استخدمتها هي هاي ريز، هي ما بعرف عم نحكي وايد أنجل ولا لا؟ ما كان عندكم شروط؟ ما كان في أي شروط، ولكن هذا بيرجع
يصور نفسه وتقديره للمشهد. كرمال هيك انا عم اقول لك انه وقفت قدام هذا المشهد اكثر من مره، لانه لاختار التقنيه، وانا ما راح صرح عنها للتقنيه لانه فعليا فيها بصمه الوالد اللي هو كمان ايضا فنان فوتوغرافي وصحفي كثير شهير بالشرق الاوسط احمد اسعد، وانا تمزت على ايديه وتاثرت بالجو الفني اللي كان ايضا والبيئه الفنيه الموجوده عندنا داخل العائله. فهيدا كله انعكس على هيدا العمل الفني اللي قدامك اللي هو اليوم متصدر الصحف السويديه، وايضا ان شاء الله بيتصدر الصحف اللبنانيه. أكيد أكيد، مشان هيك اليوم نحن كتير سعداء بأنك عم بتطلع عبر يوم جديد لنبارك لك بهيدا العمل. وهون عم نشوف بعض الصور عند نيلك الجائزة. أحمد، كانت جائزة معنوية ولا كمان مادية؟ خليني احكي انه انا راضي جدا عن الجائزه هاي، وبالمقابل كبرت بمحبه الناس وكل اللي ساندوني واللي وقفوا حدي ليفوز هذا العمل. الجائزه المعنويه شكلت هي الدعم الاساسي لإلي، كوني انا رح صير من ضمن مجتمع نوبل، رح شارك بنشاطاتهم لمده سنه، ورح كون ايضا شاهد على كل الاكتيفيتيز اللي راح يعملوها، بالاضافه لانه انا راح اكون مشترك كمصور معهم سنه الجاي بتدريس بعض فنون الاضاءه خلال المهرجان تاع سنه 2024، بالاضافه ايضا انه راح امكانيه كثير كبيره انه تنعرض الصوره داخل متحف نوبل التاريخي، واللي هو مثل ما بتعرفي انه راح يكون شيء بشكل تحول او نقطه تحول بمسيرتي الفنيه اللي هي اصلا مليانه وحافله. اكيد اكيد، ومستحق مثل ما نحن دائما بنقول، مستحق لهيدا الانجاز يلي عملته ولهالفرصه يلي عم تفتح لاسمك احمد ولكل لبنان اليوم بعده مفكر انه منه قادر يطلع برات القوقعه يلي نحن عايشينها. خلينا شوي احكي عن الاضاءه، شو بتعني لك اليوم؟ حضرتك صحفي ويمكن تكون معك الكاميرا، او ممكن اكيد بتكون عم تقطع بمشاهد مأساوية ومشاهد يمكن فيها فرح. شو بتختلف كونك صحفي على الارض، الصورة يلي بتلتقطها، من كونك صحفي فوتوغرافر او متمرس لمهنة التصوير لتشارك بعمل مثل اللي ربحته حضرتك؟ خليني شوي فصل بهيدا الإطار. أنا أول صورة التقطتها بحياتي كان عمري 7 سنين، كانت بإشراف والدي اللي كنا بعدنا عم نصور على أيام النيجاتيف، الفيلم النيجاتيف الفيلم، وكانت لاحدى المجلات للاطفال ساعدني بي اكتب شورت ارتكل انه اعبر عن حرش بيروت اللي هو انا صورته، وكانت فرحتي كثير كبيره لما شفت الصوره مظهره. ومن هيدي الموهبة أنا انطلقت لحبي للإعلام، فدرست إعلام بلبنان ودمجت بين الموهبة ودمجت بين الدراسة. هيدا الشيء خلاني أصير مصور محترف، وعطاني الأفضلية والبريفيليج على أني أنا دائما ما أشتغل أي عمل من دون هدف أو من دون موضوع أو من دون كونتكست ثقيل. فأنا بسعى بأعمالي كلها لتكون معبرة، ما بصور فقط لصور كهاوة، إنما بصور لوصل رسالة، مثل الرسالة اللي شفناها بلايت ذا داركنس، لأنه هي رسالة جدا قوية بالتفاؤل والأمل. أنا بحب كمان خبرك عن أنه الفن الفوتوغرافي هو فن من أرقى فنون العالم، لأنه فينا نقول عنه أنه هو اللغة المشتركة بين كل شعوب العالم، مثل الموسيقى. يعني أي شخص بيقف قدام الصورة رح يفهمها، والموسيقى كمان إذا كانت حزينة رح نستمع إلها ونفهمها، وإذا كانت فرحة رح تبعث التفاؤل بقلبنا. نفس المسألة بالنسبة للصورة، فن التصوير وفن الإضاءة هو عالم تاني. وبعدين الكاميرا هي حالة، يعني أنا عين دائما قدام الكاميرا وليست خلفها، والكاميرا جزء من ايدي، العدسه الاساسيه هي عيني، الكاميرا هي الاداه، انا عندي امكانيه اني اتحكم بهيدي الاداه لانا اعمل شغل مذهل. يعني هيدي الصوره اللي قدامك لايت ذا داركنس هي انا رسم بالضوء، وهيدا هو فن راقي جدا ومستواه عالي جدا. وكل ما تعمقنا بالصوره كل ما رح نكتشف ونوجد معاني جديده للصوره. رح اسالك سؤال ما بدي تزعل مني بس لازم اساله،
هل يا ترى تفضل. تعدلت، نعمل عليها color correction أو light correction، دخلت إلى عالم التكنولوجيا قبل ما تكون موجودة على حائط نوبل؟ أكيد أكيد. لا، أنا هيدي الصورة توتالي اتاخدت من الكاميرا، اتاخدت بصيغه رو. اذا المشاهدين الكرام بيعرفوا صيغه الرو بعالم التصوير الفوتوغرافي هي صيغه متقدمه. انا رغم اتقاني لكل برامج التعديل الا انه المعمل الاساسي لصورتي هو الكاميرا وعيني. وبالاضافه انه هيدا التعديل عاده المسموح بالصور هو تعديل فقط كرمال قص الصوره، بس على الصورة ما تعدلت، وهذا اللي خلاها تفوز. لجنة الحكام بنوبل رأوا بالصورة شيء مختلف تماما، وأكيد تعرضت للفحص، وأكيد انشهد للمجهود المبذول داخل هيدي الصورة. يعني ما زعلت مني؟ أكيد ما بدي أزعل منك. أكيد أكيد ما بزعل منك، بالعكس. أحمد، وقت نقول ضو نفتكر كنت حشوف لون الأبيض، أنت رحت للمجنتا ليش؟ يعني كمان هيدا شيء له علاقة بأنت، بدراستك، بأساس الألوان، يعني شو كانت العبرة من هيدا اللون البنفسجي يعني؟ بدي خبرك شغلة ممكن تستغربي فيها، إنه بعالم التصوير الأبيض ليس بلون. صح. وهيدا ما كل العالم بتعرفها، اللي نحن بنقول له الوايت بالانس، هو تعديل الاضاءه ما بين جميع الالوان. انا هيدا المشهد اللي انت شايفتيه لايت ذا داركنس قدامي هو ليس المشهد الحقيقي، هو اتاخذ بتقنيه معبره جدا بالكاميرا. برجع بقول لك ما رح فوت بالمسائل التقنيه لانه بتكون عاده غير مفهومه لغير الاختصاصيين، بس وصلت لهيدا اللون او اخذت هيدا اللون لسببين. السبب الاول لترجم فكره المهندس الضوء، لانه هو مثل ما قلت لك مستوحى من عالم الفيزياء اللي فاز بجائزه نوبل سنه 32، وهي عباره عن مصفوفات، يعني خوارزميات رياضيه معقده. انا عبرت عنها، ترجمت له اياها لهيدي الصوره بهيدي الصوره. والسبب الثاني اللي انا هدفت منه انه مثل ما ذكرت لك ببدايه حديثنا ولقائنا، لعبر عن قوه التفاؤل والامل اللي نعطيه لهالشخص لما يوقف قدام هيدي المشهديه. بس ما بتخسر شوي احمد من الجمهور يلي بده يتفرج؟ يعني اليوم انت عم تحكي عن الجوريزم، عم تحكي عن يعني التقنيات اذا بدك تبع التصوير، ما بتخسر مشاهد اخر ولا لا؟ ما كان الهدف انه تربح الماس، تربح الناس عامه بهالصوره، ولا مبلا بتخدنا؟ يعني انا هلا يعني هالعمق فيها بياخدك حتى لو منك ملم بالتصوير. انا بدي اكد لك انه كسبت كثير من الناس والمشاهدين، لانه هذه الصوره انطرحت على تصويت المشاهدين وفازت بتصويتهم، فالصورة جذبت العديد من المشاهدين، أخذت كتير إعجاب، نلت عليها كتير تقديرات واستحسان. واللي عم يوقف قدام الصورة أحياناً في البعض عم تبعت له مثل رسالة عن هيدا الظلام اللي بالعمق، وهيدا بيرجع لحالة نفسية المشاهد. تماما مثل الموناليزا، لما تطلعي فيها ممكن تشوفيها عم تضحك لك، ممكن تشوفيها عم زعلانه. فتماما هيدي الصوره خلينا نقول شبيهه لها، لما انت تكوني متفائله وامل راح تلاقيها عم تبعث لك رساله ايجابيه، ولما يكون في ضغوطات للحياه او ضغوطات نفسيه عندك اياها راح تشوفي السواد اللي داخلها عم يغلب على طبيعه الصوره. محمد اسعد، انا خلص وقتي معك، بس بدي اياك تختم. شو اليوم اذا واقف امام الاي اي، امام الذكاء الاصطناعي، شو بتقول له؟ اقعد ببيتك، خليك بقلب بقلب البوكس تبع الكمبيوتر، شو بتقول له لنختم انا وياك؟ انا بقول للاي اي انه ما لك محل بعالم فن التصوير الفوتوغرافي رغم كل التقنيات الحديثه، وبدي اتشكرك على هذه الاستضافه اللطيفه والالتفاته، شكرا جزيلا. وبدي اقول لكم انه هيدا فخر لإلي انه انا طلع على شاشه لبنانيه، كوني مصور لبناني محترف، وبكبر بمحبتكم اكيد. ونحن بنكبر فيك وبكل طاقة شبابية اليوم موجودة خارج لبنان، لمرة تانية نأكد أنه نحن موجودين بالفن وبالعلم وبالثقافة. شكرا لك محمد أسعد، وألف مبروك على جيستك. شكرا جزيلا. فاصل مشاهدينا، وبتابعوا باقي فقرات يوم جديد.